كابتن عادل، فوز مهم عبرنا فيه لدور الثمانية وده الأهم النهاردة. يعني دي النقطة الإيجابية اللي اتحققت النهاردة. بجانب يعني الحمد لله رب العالمين ما كانش فيه إصابات أول، لو إن شفنا كريم فؤاد عنده حاجة في الخلفية وكان بيحط تلج. هي دي يعني الإيجابية إن إحنا عدينا مباراة النهاردة. طب يا كابتن يعني الحمد لله إن إحنا عدينا ورحنا الدور اللي بعده. دي واحد، اتنين لازم بقى نعمل حسابنا على اللي قدام، الحاجة اللي قدام. يعني احنا دائما بنفكر تفكيرين، تفكير وقتي وتفكير للي جاي، الفترة اللي جاي. انا وجهة نظري، يعني انا وجهة نظري اتمنى ان الموسم ينتهي خيره وبسرعة، واتمنى ان احنا نحط ايدينا على عيوبنا دي مهمة. بداية العلاج الصح تعرف التشخيص الصح. لو شخصت غلط هتفضل غلط. يعني لما بتيجي نتكلم على ناشئين او شباب او اي لعيبة بتلعب في فرق، انت بتحتاج منها حاجتين. بتحتاج منها رقم واحد ان يطمنك على المستقبل، تمام؟ وبتحتاج منها انه يزود لك اللعيبة الكبار، ومحتاج منها ان هو يبقى منافس للكبير عشان يخليه يزيد والكبير يعلمه حاجات النادي كتير. لكن في الفترة الحالية اللي انا شايفه بمباراة النهاردة، يعني انك بتكمل السنة، فاهم، وبتريح اللعيب، فما نجيش ان احنا نطلب اداء خلاص الموضوع. انت بتشتغل بقى تجاري حد ما تخلص الموسم ده، وانت بتعد بقى للموسم القادم. يا كابتن ايمن، الموسم القادم محتاج منك من البدايه يعني كده. بس خليني قبل ما نوصل للموسم القادم اكلمك على اهداف المرحله او اهداف القرار اللي خده الكابتن محمود الخطيب مجلس الاداره. من ضمن الاهداف ان انت برضو تشوف المجموعه اللي عندك، وتشوف كمان مجموعه الناشئين اللي هم اللي انت تقدر تاخد منهم للمرحله اللي جايه وتعتمد عليهم، مش تعتمد عليهم صفه اساسيه ولكن تستعين بيهم مع الفريق الاول. انت تستكشف الاستكشاف الناشئين، ماشي، لانك انت المفترض انك انت عندك الوقت اللي انت تقول انا عندي مثلا عادل عبد الرحمن ده لعيب كويس وهيبدا يلعب بعد سنه. ما هو بعد سنه يعني هو يعني ملوش دور في الفتره اللي جايه. لا ما انا عارف طبعا، يعني القرار مش هيجي من مباراة. لا طبعا مش مباراه، انا بقولش على مباراه ولا مباراتين، انا بتكلم على الفتره كلها. احنا دايما عندنا لعيب برونز، لعيب احنا عارفينهم كقطاع، انت عارفهم، ماشي. عندك 7-8 لعيبه انت متاكد تماما ان هم لعيبه كويسين، دخولهم في الفريق الاول ونجاحهم بيجي من المدربين والاستراتيجيه اللي انت بتنجحهم. انا دلوقتي في الظل اللي احنا شايفينه مش هتنجح ولا واحد فيهم. ليه؟ لانها فيها صعوبه شويه. ايوه ماشي، ايه صعوبتها؟ طيب انك انت مش في احسن حالاتك. دائما الصغير عايز يتشال وبعدين يشيل. ما ينفعش نعمل العكس، الصغير اللي يشيل وبعدين ينشال. لا، ده هي المفروض ان انت بتحط لاعب واتنين علشان قدام. المهم في الفترة اللي احنا فيها دي انك تستكشف اللاعب الناشئ، تستكشف اللي هيكمل مش معاك. اي ناشئ، تستكشفه ازاي ان ده هيبقى للفريق الاول. بالظبط. احنا كنادي المفترض الغلط انك ما تكونش عارف. يعني انا ما نزلش واحد، يعني انا مثلا من 5-6 سنين كنت قلت لك اللي قلت عليهم الحمد لله طلعوا ولعبوا، انت فاهم، واللي قالوا الكابتن فتحي مبروك، واللي قالوا الكباتن اللي كانوا ماسكين كلهم في القطاع الناشئين قالوا ده لعيب كويس هيطلع يلعب، انت فاهمني يا كابتن. نجاحه بقى من عدم نجاحه ده بيخش في الفتره الزمنيه اللي الفرقه فيها كويسه ولا مش كويسه، اللي هتساعده ولا مش هتساعده. فعلشان كده انا بقول لك خلي السنه تعدي بمراحلها، لانك لو قيمت ان الشباب والناشئين هتظلمهم الفتره دي كتقييم. يعني انا هديك مثال صغير قوي في لعيبه الموجوده النهارده. مثلا محمد نوسير،
محمد نصير من اللاعبين اللي كان بيلعب اكبر من في فرق اكبر من عمره او سنه بسنتين ثلاثه، زي العربي بدر اللي كان موجود في الخارج، زي مثلا على سبيل المثال المجموعه اللي كانت معانا مصطفى شوبير، كان فخري، كان محمد عبد المنعم، اللعيبه دي كلها. انت محمد عبد المنعم ده بالاخص، يعني محمد عبد المنعم انت استكشفته لما لعب في المنتخب. خلي بالك من النقطه دي، يعني هو بدا يبقى كويس بره وبعدين جالك المنتخب خده ولعب بطوله افريقيا. بس في حاجه قبل نقطه المنتخب دي، هو انت لما بتعير لاعب برضه بتبقى عينك عليه، لان ده ممكن يرجع ولا ده ممكن يتباع. لا انت بتعيره عشان يلعب فريق قوي. ماشي ماشي. وبعدين انت بتعيره ليه؟ عشان انت شايف ان هو عينه كويسه او ممكن يجي منه بعد كده، بفضل متابعه في الفرقه اللي هو راحها عشان لما بيجي بمستوى معين ده ممكن استفيد بيه بعد كده، هاته. صح؟ فببقى متابعه. هي فتره المنتخب بس لما احتاجه المنتخب هو ادى كويس، انما هو كمان كان بيأدي في سموحه كويس. كابتن يعني عايز اقول لك انا مودي سموحه. يعني انا كنت جايبه اول واحد هو كريم يحيى. قالوا لي لا ده السنه دي وده السنه الجايه هيروح سموحه. لكن اللي انا عايز اقوله لك ايه يا كابتن؟ افضل فتره للنادي الاهلي الاربع خمس سنين اللي فاتوا في القطاع الناشئين. ايوه. مش في الشغل جوه النادي بس. كويس. لا شغل الاعارات كويس. نتيجه الاعارات كان مين؟ اكرم توفيق، اكرم عبد القادر، ايوه، احمد ياسر ريان، عمار. شوف انا بقول لك اسماء المفترض ان هي من افضل اللعيبه في الفرقه كانت الفتره اللي فاتت. منعم دخل في منعم، فهي دي الفتره عشان يلعب، لانه مشكلتنا احنا عكس الانديه. حتى زياد طارق كان معار للاسماعيلي الموسم اللي فات. الاسماعيلي فخري كان في البنك الاهلي حاجه. انا عاوز اقول لك كابتن ان احنا غير انديه تانية او جميع انديه مصر. بمعنى ازاي يا كابتن؟ انه انت بتلعب على كل البطولات. انت لما بتوصل وبتكسب جميع البطولات وبتلعب مباراه واحده وحش، وانت كمان بقطاع بالناشئين اللي انت بتلعب بيهم، بيقولوا لك ايه في الاخر؟ اداء غير جيد. اداء النادي. عشان كده انا بقول لك استثني المباريات الايام دي. انت عايز تعدل موسم علشان تحط ايديك على اللاعبين الجدد. اللاعبين الجدد، اللاعبين اللي بترتاح. مش المهم انك انت تجيب مجموعه لاعبين بس، المهم انك تجيب مجموعه في اماكنها. الفكر في الوقت الحالي انك انت اللعيبه اللي تجيبه لازم يكون بينفعك في ماتش واثنين وثلاثه كده، سوري، في ملعب، في مكان، مركز او مركزين او ثلاثه، لانه كره القدم اتغيرت مش زي زمان. اللعب كله في مكان صغير، في مساحات صغيره، كل السمات والصفات في الاماكن بتبقى شبه بعض. لازم تجيب لعيب جيد، لازم تجيب لعيب يستحمل، وحط تحتها استحمل. ايه بقى؟ ضغوط ولا الضغوط إيه؟ طبعا. اصل اللعيب عقليه، وانت بتشوف اللعيب في الملعب بس، لا اللعيب في الملعب وبره الملعب، ولما يتضغط ولما فرقته تنزل شويه يعمل ايه، ولما يتضغط عليه من الجمهور يعمل ايه. كل الحاجات دي انت محتاجها. علشان كده بقول لك انا يعني متخيل الايام اللي جايه ان حطوا ايديهم على العيله اللي عندنا. يجب ان لما نيجي نختار الفتره اللي جايه للموسم القادم، لازم في نوعيات. اديك شفت اللعيبه اللي ما بتنفعكش، وخلينا نبقى صراحة، في أسماء لا تصلح للنادي الأهلي وكلنا عارفينها، بس ما نقدرش نقولها على الهواء. ولكن أنا من وجهة نظري أنه كان في فرصة كويسة قوي لاستكشاف. فيها خسائر شوية، أنك ممكن تخسر دوري، خسرت كاس، لكن ممكن تستفاد منها كويس. أديك عرفت النوعيات اللي أنت لازم تجيب عكسها تماما. صحيح. ودي مهمة.